دقائق، هي لحظات، هي مشاهد لأيام تغمرها الوطنية، صور خفقت فيها القلوب ودمعت معها العيون. فزنا في يوم جمعة يا ناس، هو يوم أعظم أيام الله. فزنا في شهر جويلية، أشهر شهور الجزائر والتاريخ. من منا لا يتذكر ملحمة كانت على أرض الفراعنة، ملحمة خاضها المحاربون فأصبحوا ثوار على ميدانها، بقائد لا يعرف كلمة مستحيلة، رجل غير المنتخب بعنوان الجنون والعبقرية حين قال سأجلب كأس إفريقيا، فقال عنه الكثير أنه مجنون. peut-être que j'ai tort ce que je vais vous dire mais moi vous allez me prendre peut-être pour un fou hein. mais moi je vais aller dire par exemple à mes joueurs que je veux gagner la coupe d'Afrique. نعم، إنه المايسترو جمال بالماضي ورجاله الذين عقدوا العزم أن تحيا الجزائر وأقسموا على العودة بالنجمة الثانية وأن يكونوا محاربين فكانوا مقاتلين. العزيمة والوطنية كانت قصتهم، فوفوا بعهدهم وكانوا عند وعدهم. إذن هي سنة كاملة تمر على عودة المحاربين مثوجين بالكأس الإفريقية الثانية من أرض الكنانة، فكيف لا يكون 19 من إشبيلية ذكرى تفرح الجزائريين من شمالها إلى جنوبها ومن غربها إلى شرقها، لتصل فرحة الجنون إلى أقصى حدودها. يوم سجل قصة أبطال بعد غيام دام 29 سنة، ليشهد العالم على جيل جديد لا يعرف معنى الهزيمة ولا المستحيل، لتكون سنة 2019 مبتسمة للمنتخب الجزائري من أرض الفراعنة، ليسجل اسم المنتخب بأحرف من ذهب. فشكرا لكم على الروح الوطنية وعلى الروح القتالية، على أمل أن نلتقي في مواعيد لاحقة.